بالقدرة على الفعل، بالاستطاعة على التجاوز. هي توجد بتعدد في الطبيعة كالأسطورة الضائعة، محددة لتميز حليبنا والتي نسميها بالقوة. الحليب لرامي، حليبي قوتي. والآن رامياب القوة بالشوكولا. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. مهما طريق مباري مهما تصعب لباطي مهما عييت جامي تثبت لي برا الحبة قديمة تكون باطي البيت جامي تراضي باسمك يبرين الفوقة في السماء جي عافي لاروسة بيبي لا حابتكم في الطاب مهما وشي قبلكم فريدي كمل عندك دير الطاب اختم ديما نهار وليل جي مهما الليلة مع نهار حبك تمشي في درب الأبطال بتكلاس الفوق مع الكبار مهما المشاكل بنهار حبك تطلع لقار بعد اختحى بكونترا طاق دلها طاق لطيحة فلار جي من الديبار حبك تبقى تكون باطي بغت تربح لبطاي فلوفان جي كلافي كتوار مهما تباطي بالبيت جامي تراضي باسمك يبريل فوق في السمار ما زلنا في الأماكن الشابة في برنامج درب الأبطال لنعرض عليكم رياضة هو بطل من هذا المكان الجميل اللي نطلب من عائلة الجزائرية توجهوا له باش يجوزوا إيجورني شابة مع دراري ولا مع العائلة تاعهم نقدم لكم برنامج درب الأبطال بدون إطالة مشاهدينا الكرام نخليكم سويا تكتشفوا الرياضة اللي فيها قوة في لا ديتونت رياضة جماعية بشعبية واسعة على ملعب كهذا تفصله على غير العادة شبكة بدل اثنتين الكرة الطائرة منشأها الولايات المتحدة الأمريكية عام 1895 هناك لعبت الطائرة لأول مرة لكن البرازيل تعد أكثر البلدان التي تنتشر فيها ممارسة اللعبة فضلا عن بعض الدول الأوروبية وروسيا ويقال أنها ظهرت كلعبة هجينة استمدت طريقة لعبها وتقنياتها من رياضات عدة كالتنس واليد والسلة بطولات اللعبة في العالم تعود إلى العام 1949 بالعاصمة التشيكية براغ وذلك بعد تأسيس الاتحاد العالمي لها بسنتين وقد كانت بطولة رجالية بامتياز حينها واقتصرت فقط على فرق أوروبية لتليها أول بطولة للسيدات بعد 4 سنوات من ذلك ولم تتأخر هذه الرياضة كثيرا منذ تأسس الاتحاد الدولي لها حتى أدرجت ضمن الرياضات الأولمبية فسجلت حضورها منذ دورة طوكيو عام 64 هناك العديد من الحركات التي يقوم بها لاعب كرة الطائرة وتبين مهارته وهي التمرير، القفز، الإرسال، ضرب الكرة والدفاع والهجوم طبعا وكل هذه المهارات تتطلب قوة عضلات الساقين والذراعين بشكل خاص ملعب الكرة الطائرة 18 مترا على 9 وكرتها تزن ما بين 260 إلى 280 غراما فيما ترتفع الشبكة الفاصلة بين منطقتي الفريقين المتنافسين نحو 2.43 سنتيمترا لدى الرجال وأقل من ذلك بنحو 27 سنتيمترا لدى السيدات الخاص برياضة اليوم راح نكتشفوا شكون هو البطل اللي برنامج درب الأبطال أصر أن يجوا حتى المكان تاع العمل ديالها حضور بدون إطالة تبعوا شكون هو ولا شكون هي ضيفة اليوم معذوري شراكي اختي صافا لاباس صحتك لاباس صافا ميرسي الحمد لله حابين تتعرفوا أكثر وأكثر على ضيفة اليوم عليكم غير تتبعوا هذا الفيديو Thank you.
إلى النيوز سريعا من ذاكرة الرياضة النسوية الجماعية، وكيف تنسى مازوري أو فاطمة الزهراء عكازي وقد صنعت مجد الكرة الطائرة الجزائرية على مدار أزيد من 15 عاما مضى. من لاعبة بنادي غاليا الشلفاوي منذ سن العاشرة إلى قائدة للمنتخب الوطني، والمحطات بين هذا وذاك كثيرة ومرصعة بالكثير من التتويجات والإنجازات. المستوى العالي الذي أبانت عليه مازوري استحقت عليه منصبا وليس أي منصب في التشكيلة الوطنية، منصب قائد الدفة وقائدة المنتخب بدءا من العام 2010 مع ناديها العاصمي. كما مع المنتخب الوطني ساهمت مازوري في تحقيق عديد الإنجازات للكرة الطائرة سيدات وطنيا إفريقيا دوليا وأولمبيا. المجمع البترولي وبعيدا عن كونه سيد البطولة الجزائرية استفاد من خبرات لاعبة مثلها ليكون حاضرا في دورات دولية هامة على غرار بطولة العالم للأندية بزيورخ 2014، وليحقق ألقابا إفريقية في مقدمتها كأس إفريقيا للأندية البطلة التي خطفت من الكينية بتونس لذات العام وبوقع فوز ساحق قوامه 3-0. على المستوى الشخصي، مهارات كثيرة وعالية أبدتها اللاعبة طيلة مسيرتها الرياضية، وتلقت لأجلها عروضا احترافية غزيرة من أندية أوروبية عدة، لكنها رفضتها وأثرت البقاء وسط أهلها وفي أحضان ناديها. واللاعبة وشحت بعديد الميداليات وبألقاب أهمها أحسن لاعبة في الدورة الإفريقية بتونس 2014، أحسن موازعة في بطولات مختلفة مع المنتخب والنادي، لكن لقب الأثمن شخصيا يبقى اختيارها من قبل اللجنة الأولمبية كأحسن رياضية جزائرية لعام 2014. الطائرة كانت أيضا من أبرز الرياضات الجماعية الممثلة للوطن أولمبيا بفضل عكازي وزميلاتها التي خطفن بطاقة لأولمبياد بكين كما لأولمبياد لندن، لولا أن الحظ عاكس البطلة في الثانية وحرمها قبل شهر فقط عن الموعد العالمي من المشاركة فيه بعد إصابة تعرضت لها على مستوى الإبهام. ولمازوري في هذا العدد الكثير من الذكريات المثيرة لترويها ولنصغي إليها. راني نشوف بلي قعدتي في مام دومين تاع سبور اون في جاي ما احكي لي اكزاكتومون هنا واش كاين. En fait, c'est un centre d'endermement spa. On traite la peau, l'endermement. Voilà. Ouais. Alors, on a tout un protocole. L'LPG, ça veut dire, c'est déstocker la graisse. On traite la cellulite. Alors, on draine le corps et encore le raffermissement de la peau. Il y a une blessure par rapport aux athlètes. Parce qu'il était blessé aux joueurs de football ou les sports de combat. C'est vrai, exactement. On a ce protocole aussi. Alors, tout, de toute façon, Adnaka, les blessures. Par exemple, les gamins, même pour on les athlètes, on a mettre à fond, je vais rentrer au casier. Marhaba bikoum, de toute façon, n'importe quelle blessure ou bien pour récupérer, pour la préparation, il y a tout un protocole. Ça, c'est l'idée, comment est-ce que tu as Alors, l'idée qui fait que j'ai que tu es blessé en 2012, à la Balcon, c'est la dernière c'est... blessure, les athlètes. Qu'on a fait les Jeux Olympiques. Exactement, que d'être la rééducation antérieure en France. D'accord. Alors, j'ai tenu l'idée par rapport à ça. Que tu es mec ou que tu as des soins LPG. Et entre-temps, la récupération, même le LPG. Alors, c'est sport, même presque le même centre qui m'a les filles françaises les nerfs. Ça, c'est international. On trouve dans les quatre coins gaffe le. ربي يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله كامل اذا ثلاثه راهم بليسي ولا واحد عنده بليسير ما يخافش يجي عند اوكازي. حبيت نخرج معك برا لا ناتير نقصر شويه. مرحبا تفضلي معايا. نعاود لك لا بليسير اللي منعتك باش تبارتيسيبي في العاب اولمبيه 2012. حكي لنا المرحله راح تلعب بعد ما تلعبش شهر الافونس كيفاش تجوزتي المرحله هذه. ما نكذبش عليك، سي تي ديفيسيل كو كان لازم عليا كنا ستاج في لابولون، كان لازم عليا نرجع حتى للجزائر باش ندير سوا ديزون لي بيلون وشوف شكون اللي دار لي لوبيراسيون كو مالوروزمون لاتليت ما عندوش ما با ان ستاف ميديكال بيان برونشي في هالشيء. ما نعرفوني في 2008 كنت حاضره في العاب اولمبيه، يعني تحضر العاب اولمبيه وما تحضرش، احكي لا ديفيرونس وين راهي هنا. لا ديفيرونس في لا بريباراسيون في الجروب.
كو الجروب راه عندك اون باسوز عندك الجروب يتمشى بيان صرا لك اون بليسيو هكذا لا باسوز ما كانش سايتي ديفيسيل ميم بور تروفي اون اوتر باسوز في هذاك المومون سايتي ديفيسيل حتى واش نقولوا بلي اسوء مرحله مرت بها اوكاس وي زانكونفينيون كاع تاع لي زاتليس اي بيان لي بليسيو سي فري كو لا ديسيبلين فولي الناس لي فان الله يبارك مي الحاجه اللي مشي مليحه سي ديال لي بليسيو البدايه تاعك في الرياضه كيفاش كانوا نعرفوا اللي بديتي في شلف من بعد جي اس بي من بعد منتخب وطني كيفاش كان البدايه تاعك في الرياضه هذه كي كان عمي ان اونسيان باسور في فلايسو ليكيب هذيك تاع بكري وكنت لعب في كارتي كو في شلف مع روحي قالوا لك كنتي في الحومات وي سي فري مع لي غارسون ما يلقاش روحتي هما سي فري كنت مع لي غارسون نلعب مع بوكو بلوس مع لي غارسون كو لي في كانوا شويه بريك ومن بعد يما في لونسيان بريزيدون تاع الغاليه شلف اللي بديت معاه الوغ يما بروبوزي قال لي علاش ما تبداش معنا بدات اونتر تو كي كنت قصيره قالوا لي نو ما نقبلوكش باسكو قصيره بزاف بس نورمال درك بوسيت لايف بالك مع لا ديسبي صح التحقتي بجي اس بي GSP c'était exactement كبير. C'était exactement l'année 2006 la saison 2006-2007 que ça allait un petit problème مع l'équipe اللي كنت معها الغاليه شلف alors مع كنت هذاك المومون اللي جبت الباك تاعي alors je fais transfert de résidence alors كملت les études تاعي لهنايا صح في الجزائر وبديت مع GSP كو هذاك الوقت كانت مولوديا كانت مولوديا ومن بعد 2009 اللي بدات يسميوها GSP ومن بعد منتخب وطني نو منتخب وطني بديت كاع لي كاتيغوري ديجا من لاني 99 مع الفريق الوطني على لي ميور مومون اللي جوزتيهم مع ليكيب ناسيونال نو دو فاسون يا تيلمون بزاف لي سوفونير مع ليكيب ناسيونال جوزنا فريمون اون بيريود سي اون بو دير كي الميور جروب كاع دون تو لي طون لي دار نتائج ودار اسم سي لو جروب تاع اونتر 99 حتى 2014 لا بروف الله يبارك راكي تصنفتي اولى افريقيا أول عربية تصورتي 15 مونديال 6 مونديال كنت واي. أحسن رياضية مثلت المرأة الجزائرية في 2014 صح غير أنت اللي تلعبي كرة الطائرة اللي كان المينيستير دو لاجونس دي سبور مع اللجنة الأولمبية كرموك أحسن رياضية احكي لنا وحدة تلعب فولي غير هي برك في التاريخ سي با كيسيون كي ما نساوش بلي رياضة جماعية سي ان جو كوليكتيف ميم أنا إلا بنت هكذا كانوا بنات معايا ميم كانوا دي كوتش كان توت ان ستاف الله يبارك سي اون غروند فامي كو ميم انايا راني هنايا كنمثل الكره الطائره سي نقدر نقول بلي اوكي ديتا كاحسن هكذا بارابور لي تيتر انديفيديال اللي عطاهم لي بوتا اكزاكتومون دير باسي كنت تلعبي فيه وشنو هو؟ سي باسوز مير باسوز في لافريك وي الله يبارك فيك الله يسلمك انا نهنيك ونقول لك مبروك عليك البوست جديد الله يسلمك راك مشاهدين الكرام على بالهم شراكي دوكا موم فيدرال وي احكي لنا كمراه كاتليت درتي ان بون باركور في السيركوي ديالك تاع الفولي واليوم راكي في بيرو فيدرال يعني صارحيني واش راح تمدي للفولي درك؟ بون فات نمد الا الخير وان شاء الله يكون البلوس بارابور اكزاكتومون كي انايا اون تاك اكس اتليت كي مالوغوزمون سون سيتي لي نو كاين معايا بزاف لي زاتليت سي فغي عبالك داروا حياتهم كاع في الفولي صح ساكريفيو كاع القرايه تاعهم على جال الفولي مالوغوزمون كي ابخي لو فولي ما عندهمش مام با ان بوست باين c'est que il y a même pas l'assurance après un athlète qui zama la performance تاعو يدير لامبوسيبل باش يلحق النيفو العالي من بعد غير يكمل الباركور تاعو كاتليت يولي ما كانش كنتي راكي كونتر ولا بور ولا كيفاش نو شوي كونتر بارابور ماذا بيا كو لي زاتليت اللي راهم هنا ولا اللي راهم ان بو بارتو نو مي ساوش كو يجي وقت اللي يخلص فيه الفولي مي لا في ابري فولي سي كوا Il faut qu'on cherche l'avenir après. Ouais. C'est exactement ça. C'est qu'on trouve là, des athlètes, ils savent qu'ils sont home. Ils savent qu'ils sont OK, ils volent ou là, n'importe quelle discipline. Ça, c'est ce que tu as fait pour la performance. Tu as fait le bac, tu as fait le fichier de Madelat et l'Alger. Tu as fait le bac de Rasa et le Riyadha. بالك هذه السبب اللي ما خلاتش مازوري الحاجه اللي انا نشوف فيها اللي خساتك في الفولي انك ما احترفتيش في اوروبا ولا في دول الخارج ولا في بارتو سي فري ما نقدرش نكذب عليك كان بابا كان يدير لي عليا لا بريسيون يقول لي او لي زيتود او بيان الفولي نطيح شويه في لا مويان يقول لي نحبسك فولي بصح ما نعرفوا بلي كل رياضي الحلم تاعو يحترف انا نو باسكو انايا فرانشمون كي نكره الغربه هذه وحده نحب بلادي باسكو علاش نحس روحي بيان هنا حبيت نلعب بروفيسيونيل علاش ما نديروش الشامبيون تاعنا تكون بروفيسيونيل علاش في ايطالي وبيان تركيا عندهم لي غون شامبيون دو موند فاش فايتينا
c'est pas question un homme les moyens, c'est vrai les moyens par rapport les hommes, on est moins. Mais حاجة المليحة كمان نقدروا نكونوا كيما هما او موان. صحك بلوس عليهم. كرياضية. واي. لعبتي فول كرياضية كيفاش راكي تشوفي الفولي دوكا راه؟ تروح تفرجي لي ماتش بيان سور ولا عندك على بالي راكي اون كونتاكت مع لي كلوب اكسيتيرا. بو الرياضة. واي. فولي المرأة الجزائرية كيفاش راهو؟ كيفاش راهو الفولي دو فاسون باغتو تسيبو تروح ميم في البحر واش تسيبهم يلعبوا يلعبوا هاندبول بيتش فولي يعني يلعبوا بيتش فولي سي كلير الفولي باغتو ميم دركا ميم برا في لي كارتي ولا في لا بلاج ولا داخل لاسال برا لاسال تلاقي الناس تلعب فولي باسكو في واحد لا بيريود فرونشمون كي درنا نتائج خلات الناس بزاف تروح للفولي باغ كونت كي دركا رايحين يتوجهوا للا ديسيبلين وحده كي الفوت ماتنون ديجا تدخل غير شلف اوكازي كاش اللي ما يعرفهاش ميم في الجزائر الله يبارك ماركيتي مارك ديبوزي حكينا على لي زوبجيكتيف تاعك ك راكي كما نقولوا مون فيدرال فير الفولي فير الفولي اون جينيرال كمون فيدرال واش راح تقدمي لنا من القدام اوكي نقدر نقول لك بلي اون طاك اتليت لا بيريود اللي عشناها كي كيسيون موك دو مويان ولا كيسيون هذاك لازم الاتليت يكون عنده الكونفور كونفور توتال كو ما عنده ني بروبليم ني سورتو لي بروبليم تاع لي زيتود كو حبابك يروح يدير اكزام ولا يجي يونطريني ولا عنده ستاج و بيان كومبيتيسيون كو مالوغوزمون لهنايا ما كانش كومينيكاسيون بين لي فيديراسيون ولا لونيفرسيتي باسكو اون طونك واحد يونيفرسيتي اوبليجي عليه يدير لي زيكزام اي تو سا كو هذا توجور نلاقاو فيه ان بروبليم او موان سيو نديرو لي دو او ميم طون لي سونسي ما يسمحوش باك في قرايتهم مادام ما كان صح انت اكيد في صفحه فيسبوك ديالك راكي تلقاي بزاف رسائل بالك كاين تقدري تجاوبي عليهم بالك ما تقدريش تجاوبي عليهم ولا كامل الناس اللي يحبوك سواء في الفولي اللي يعرفوك اللي عنده بزاف ما تلاقاوش بيك واش تقول لهم عبر الكاميرا ديالك بون اون فات نقدر نقول لهم الا بون كاين اللي سي سور كو كاين اللي كاين اللي بحثوا لي بزاف رسائل كاين اللي جاوب سي فري كو انا فيسبوك ماسنجر ما نكذبش عليك خاطيني و شي با طول الوقت دوفون التليفون باسكو عندنا دوتغ بريوريتي عندك حياتك سوا ديزون مي السوشيال ميديا نقدر نقول لك بلي فابل فيها انايا مي الا كان واحد الاخر ولا يلاقيني في لاباج فيسبوك تاعي سا سي كلير صح من منبر تاع درب الابطال واش تقولي كامل الجزائر نقدر نقول بلي الجزائر كي الله يبارك خرجت ابطال في كاع لي ديسيبلين ماذا بيا كي يرجع هذاك المومون اللي كان قبل كو بالترافاي تاع تو الموند سي غاس با اونيكمون في لاتليت ولا لازم لا فامي تاعو لونتوراج تاعو لا سوسيتي تاعو اي اونكور لي زوتوريتي صحاب لا فيدراسيون يعاونوا كاع لاتليت سي سا لامبورتونس بور موا ان شاء الله يا رب انا نطلب ان شاء الله كاع من الاتحاديه يتعاونوا كامل لي زاتليت مهما كانت الرياضه اللي مارسها انا واش نقول لكم مشاهدينا الكرام حقنا الى الحصه مع لي غير نقول لكم بقى على خير انتظرونا الاسبوع القادم مع رياضه واحده اخرى وبطل كالعاده في درب الابطال انت حتى انت تقدروا تكونوا هكذا اي رياضي حابين تشاهدوه في برنامج درب الابطال ما عليكم غير ترسلونا عبر صفحه الفيسبوك اللي راهي تظهر اسفل الشاشه انا نقول لك حاجه انا في قلبي نلعب معك فولي واعطيني لا موان باسكو غير فولي مازال ما درتوش في درب الابطال سي اول حصه في الفولي الحمل الفولي واعطيني لا نوت صافا لا لا مش بيانتي ابا اوكي نو عليك انت يا سيغتو نقدر ولا ما نقدرش سي سيغ تقدر نجربو با فاسيل نجربو اوكي يلا تفضل اوكي تفضل
درب الأبطال برعاية أرامي. تعرف بالقدرة على الفعل، بالاستطاعة على التجاوز، هي توجد بتعدد في الطبيعة كالأسطورة الضائعة محددة لتميز حليبنا والتي نسميها بالقوة. الحليب لرامي، حليبي قوتي. والآن رامياب القوة بالشوكولا.